استهلكه هذا كيلو صبايا، واستهلك علبة قشطة قمح. تمام؟ تمام يا صبايا. صارت العجينة بهالشكل، طرية، ما بيصعب تشكيلها، ما بتتشقق معي ابدا وقت الخبز، اخذت راحتك. هلا بريحه صبايا ابو 4 ساعات كافي، وبعدين بشتغل فيه. تمام؟ الا اذا سميد بيحتاج كمان، لتفتح السميده بيحتاج معك اكثر، لمده 7 ساعات حسب نوع السميد لحتى يشرب السائل وتفتح السميده. شوفي شلون بكل سهوله. هلا هذا بدوب ذوبان صبايا، ذوبان. بدي افرجيكي الدليل بانه انت تطمني، رح تاخدي كعك عم بهر وبدوب بتمك ذوبان او معمول او كربيج او قراص التمر. العجينه بدها تكون مفتته بحيث، شوفي قطعت، هذا دليل قاطع بانه رح يطلع قطع بهالشكل. كوريا واصبعتك بتحددي ايش قد الرق اللي بدك اياه بكل بساطه، مثل الكبه تماما. وبتاخدي من التمر وبتحطيها بهالشكل وبتسديها. بنكورها بهالشكل. ممكن تحطي مع السمسم شيره صبايا، بتعطيكي لون جميل للقراص التمر. نعمل بهالشكل، حتى ممكن كيس نايلون، ممكن جرابة، نضغط وناخد هالشكل بياخد العقل. بتحددي الرقة حسب ما بترقية للعجينة. وناخد تمر ونحطه بهالشكل أو معمول، أي حشوة أنت بتناسبك. بسكرها تمام. ممكن استعمل المنقاش بكل سهولة بهالشكل. شايفين صبايا ما احلى من رقة مثل الكبة. اختاري السماكة اللي بدك اياها. التمر وقت بيكون طري بيلزق بالعجينة وما بيفصل معك نهائي. شايفين صبايا بتلزق بالعجينة وما بتمكن ولو ضل معك 4 شهور، لا يمكن وأكثر. صبايا بعمل بهالشكل. بدي أنا سمسم مثلا. تمام؟ شايفين صبايا هي هي عجينتنا صبايا. بنكورها بهالشكل، بنعمل بترقيها على كيفك. حشرة المعمول من اروع ما يكون صبايا. شايفي هالعجينة الرائعة، فيها فستق صحيح محمص وفستق مطحون بهالشكل، مشان تكون رقيقة صبايا. ورح افتح لكم اياها بعد الخبز، شوفوا ما احلاها. بكل بساطة معمول، قالب معمول بلاستيكي ممكن، وممكن المنقاش بهالشكل. شايفين صبايا ما احلى. بدي اعمل لكم المنقاش كمان، بدي اعمل لكم شكل الورده وشكل القوه. مظبوط. مسكرة.
بالشكل الصغير. بدي اعمل مثل ورقة الشجر كمان. شايفين صبايا مثل العجينة، تلاقي فيها فستق صحيح. حتى اذا بدكم كربيج صبايا، اذا بدكم كربيج بهالشكل بيصيروا على الايد، ممكن بالمعلقه. طيب بدنا ورق شجر، ممكن صبايا انتم ممكن تتفننوا مثل ما بدكم. رح نعمل كمان وردة. رققيها. شايفة شقد تسع. مبينة؟ شايفين صبايا؟ هالشكل بيختلف على هالشكل. بدي ارجع اعملكم. انا ما درتوا على الماكينة صبايا، رائع السميد. وطبعا هالشي بينطبق الحشوة اللي بدها تعمل معمول الشام، نزلته انا على قناتي بالطحين فقط. طريقة التحضير واحدة صبايا كمقدار السمن، رح اعمل مرق ثاني. منرقق إذا بدكم السكر يعلق عليه، هو سخن سموا مقدار السكر البودرة على مرحلتين، بترشوا خلال مصفية الشاي وبتتركوا القسم الثاني لبعد ما يبرد تماما، لأنه بياخد السمن بس بياخد حلاوة السكر. من جروب مطبخ دلال حناوي للنواعم والمبتدئات، خطوة بخطوة. وأهلا وسهلا فيكي صبية، إن حبيتي تابعيني تابعيني على قناتي باليوتيوب، مجرد كف زر أحمر مربع اشتراك راح يوصلك كل جديد بمصداقية تامة. ما في عنا غش لون أخضر وما لون أخضر، الفستق هذا لونه الطبيعي. أهلا وسهلا فيكي صبية. 180 200. شوفوا صبايا لا بتشققوا نهائي نهائي، بيتموا على شكلهم. اول شيء بدنا ناخذ تسويه من تحت بس ياخذوا لون ذهبي بشع عالي. خلصوا الكعكات صبايا، شوفوا هاللون الجميل ما اروعه. هذا بسبب وضع الكربونه، بتلاقي بجنن صبايا، بيهري سميده وبيعطي لون جميل. خلصوا. شايفين صبايا لا في تشقق،
مع انه حشيتها كتير. هلا بدي اقسم وحده افرجيكي المقطع العرضي تبعها ايش قد ملاني، ولكن العجينه اخذت مقادير صحيحه والتحضير الجيد لناخذ الافضل والاطيب. هي سخنه، رشيت سكر، ممكن نص المقدار تتركين بعد ما يبرغي تماما. ليش هالعمليه عملناها؟ لانه بيلزق السكر على قطعه المعمول، ما بقى بتهر معك. خلصنا صبايا، خلص المعمول والاقراص التمر والكعك، هدول هن. شوفوا هالكعك ما اجمل لونه، كعك بديل مية الجبنة، المعمول، ما تشقوا ابدا، طريقة حلبية 100%. طبعا ممكن تعمليها بطحين، ولكن نفس طريقة التحضير وتصير شامية، وين المشكلة؟ تخزينهم بمطربان محكم الإغلاق، ممكن تبروير عادية بلاستيك، وممكن معدنية تبعتي بسكويت تجود بالموجود. صبايا بدي أقطع قطعة، معلش اعذروني أنا عم بصور، بدي أفرجيكم المقطع العرضي تبع التمر. هذا جوز صبايا، أقرب لكم إياها، هذا جوز، حطيت جوز مع التمر، هش جدا صبايا. هي قطعة الجوز الثانية، شايفة؟ هذا جوز مو عجين. بدي كمان المعمول صبايا، عبي هر هر صبايا، عبي هر هر، ما بتحمل أبدا. أفرجيك إياه، شوفي عم بهر هر. أفرجيكي المقطع العرضي، شايفة ايش قد رقيق؟ فستق صحيح مع معجون الفستق. وقت بتقطعيها بالنص تلاقي بتنقسم الفستق بالنص، من أروع ما يكون صبايا، بجنة. شوفي ال، شايفين؟ هذا جوز صبايا، فرجيك اياها، جوزي هي، جوزي. من جروب مطبخ دلال حناوي للنواعم والمبتدئات، خطوه بخطوه، واهلا وسهلا فيكي صبيه. ان حبيتي تتابعيني تابعيني على قناتي باليوتيوب، مجرد كبس زر احمر مربع اشتراك راح يوصلك كل جديد بمصداقيه تامه. الكعك تلعبي فيه، حبيتي حجم صغير حجم كبير، واهلا وسهلا فيكي صبي. هذا هو الكعك بمية الجبنة، أوجدنا البديل، وعملت كمان أقراص تمر، محشيين تمر، كمان مطعمين بمية الجبنة. من جروب مطبخ دلال حناوي للنواعم والمبتدئات، خطوة بخطوة، وأهلا وسهلا فيكي صبي. بدوب التم دوبان.